حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق أنه سمع عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال شهد فلان فقالوا لا فقال شهد فلان فقالوا لا فقال شهد فلان فقالوا لا فقال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف المقدم على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لا ابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما صلى قال شهد فلان فسكت القوم قالوا نعم ولم يحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لا ابتدرتموه إن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل وصلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. قال أبي قال وكيع عبد الله بن أبي بصير عن مي حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جعفر حدثنا أبو عون الزيادي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا أبو كامل المظفر بن مدرك حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر حدثني أعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بنا أو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فقال شهد فلان فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبد الله مولى بني هاشمين حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فذكر مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو إسحاق عن أبي بصير العبدي عن أبي بن كعب قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الغداة ثم قال شهد فلان فذكر الحديث. حدثنا شيبان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا الحجاج بن أرطاطة عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في العشاء وصلاة الغداة من الفضل في جماعة لأتوهما ولو حبوا. حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشام البزار وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن العيزاري بن حريث عن أبي بصير قال قال أبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر
فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة فقال شهد فلان قلنا نعم حتى عد 3 نفر فقال إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة ومن صلاة الفجر وذكر الحديث بطوله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا حباب القطاعي عن أبي إسحاق الهمداني عن رجل من عبد القيس عن أبي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه ثم قال إن أثقل الصلوات على المنافقين هاتان الصلاتان.